عندك كيولي لي شعري ازرق ناري. تخيلوا البنات ولا قري واقيلا ولا قري والله الا بانوا لي شي صغيبات ولا قري. قيلا نزيد شي شويه نفرك. فركو 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 مزيان وكانكم كتفركو في شي زربيه شي زربيه. وقيلا انا رفدت 5 دقائق. السلام عليكم، كيف دايرين الغزالات ديالي؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي غاديين مع الصهد؟ انا نسولكم غير على الصهد حيت خصكم فاطمه الزهراء قتلها الصهد والله العظيم. مرحبا بكم معايا في القناه، مرحبا بكم اللي كيشوف لاشي لاول مره وعجباتو، ما عليه غير انه يتابونا ويفعل الجرس باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي. مرحبا بكم كاملين وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وشكرا حتى للناس القدام اللي عندي في لاشين اللي ديما مدعميني ومسانديني. اليوم ان شاء الله خصكم فاطمه الزهراء عمات ليها الجريه باش يجيكم من الاخر. عمات ليها الجريه بشحال هادي وهي كتقلب على شامبوان سيلفر، شامبوان البنفسجي اولا البلو، يعني كاين البنفسجي وكاين الزرق، كاينين جوج ديال الانواع. المهم واحد فيهم كنت كنقلب عليه امازون، يعني كنقلب عليه في مواقع بغيت ناخذه، ففي الاخر صدق غير حدايا وهذا وشريته وكلشي. المهم غادي نبارطاجيه معكم وغادي نبارطاجي التجربه ديالي معاكم. اول مره غادي نستعمله، هو معروف هذا الشامبوان هذا، واللي ما تتعرفوش انا غادي نعرفها بهذا الشامبوان اللي هو هذا. ها هو شامبوان الازرق اولا البنفسجي، انا خديت البنفسجي كما كتشوفوا. بالنسبه لهذا الشامبوان هذا سيلفر البنات، هو شامبوان عادي بحال جميع لي شامبوان اللي كنستعملوا، يعني كيرغوي عادي، يعني شامبوان عادي، يعني هو شامبوان عادي كتغسلي به شعرك، ولكن في نفس الوقت هو كيدير لك تصحيح اللون الشعر ديالك. بالنسبه للناس اللي صابغين شعرهم بحالي وشعرهم صفر، شعرهم صفر اولا اورانج، فشنو كيدير لهم هاد الشامبوان؟ كيصحح لهم اللون. يعني شنو كيدير؟ كيخلي لك ديك الصفوريه ما تبقاش، يعني كيحذف الصفوريه وكيخلي الشعر يمشي للرمادي، يعني يمشي لشعر رمادي كما كنعرفوا داك الشعر ديال الكاورياس داك الرمادي الزويون، يعني كيحاول انه يصحح لك اللون. فانا مش شحال هادي وانا صراحه مشهيه نديرو والله العظيم مشهيه نديرو، فمني لقيتو قلت علاش ما نبارطاجيش هاد الشيء هذا قدامكم. جا زوين مرحبا، جا خايب مرحبا. ليليا ليها اختكم فاطمه الزهراء اليوم غادي دير جريمه في شعرها، وليليا ليها. المهم كندير حاجه راسي بيدي خسرتها ماشي مشكل، يعني كنكمدها ونسكت ونهبطها يا اختي بجغيمه الماء ونسكت. دارتها ليا شي وحده تما صفيره، ما كنبقاش فاطمه الزهراء ما كنبقاش فاطمه الزهراء، تنولي تيوليو فيا العفارت السليمانيه. المهم البنات اليوم غنبارطاجي معاكم هذا الشامبوان هذا، غادي نستعملو لشعري وغادي نشوفو كاملين النتيجه مع بعضياتنا. صدق هي هذيك ما صدقش، ما عندي ما ندير. المهم اللي مخليني انني زعما عليه وبغيت نزعم عليه هو انه هذاك اللون اللي كيولي لك في شعرك ما كيبقاش دائما، وانما في الغسله الثانيه اولا الثالثه كيمشي وكيرجع لك شعرك عادي. حاجه اللي خايبه في هذا الشامبوان هو انه كينشف، هذه خصكم ديروها في بالكم البنات، هذا الشامبوان كينشف الشعر. مي انا يعني معروفه بالوصفات وهادشي، غادي نعتق شعري اون فوا غادي نغسلو غادي نعتقو بسميتو بزيت الكوك اولا بسيروم اولا بحاجه اللي ميد ما كتخلي لي شعري ما ينشفش. بالنسبه للبنات اللي شعرهم ما مصبوغش، هذا الا استعملتوه ما غادي يدير لك حتى شي حاجه في شعرك، من غير انه غادي ينشفوا لك، يعني ما يعطيك لون ما يعطيك حتى شي حاجه. بالنسبه لي غادي تسولوني واش هاد الشامبوان كيلون لك الجلده اولا اليدين اولا هذا، غادي نقول لكم اه بالنسبه للظفار ضروري، غادي الا ما درتيش الليغو ظفارك غيوليو زرقين من الداخل، يعني هذيك الزروقيه بحال ظفارك مسخين. فكنصحكم انكم تستعملوا الليغو كيف ما غادي نستعملهم انا كما كتشوفوا. شنو اخر البنات بالنسبه للثمن ديالو؟ هو في امازون داير 200 درهم، 250 درهم. هذا لقيتو بروموسيون عند واحد السيد كناخذ من عنده المكياج، وهذا يعني مني عاتي مش شحال هادي وانا كنشري منه المكياج، وهذا يعني سيد ثقه وهذا. فمني لقيتو عنده عاتي ما بغيتش نفلتو ليها ليها، خديتو ب 70 درهم. يعني انا قلت لكم الثمن الاصلي ديالو، مي هذا راه صراحه راه غالي، انا لقيتو مهم نطيحو نطيح في الثمن نطيحو في الثمن. المهم بنات
بالنسبه لشحال ديال الوقت كيدار في الشعر، هضرت بزاف في الاول حيت من بعد راه غادي نبقى نخدم، وما يعني من الاحسن نقول لكم كلشي دابا. كتحطي على الشعر ديالك يكون مبلل يعني فازك، وكتخليه 5 دقائق لا اقل ولا اكثر. البنات اللي عندهم الشعر رقيق بحالي الزغبه رقيقه راه دغيا دغيا، البنات اللي عندهم الزغبه غليظه راه كيتسناو 5 دقائق 7 دقائق بحال هكاك. صافي هادشي اللي كاين، كتخليه وكتغسليه شغ بلاص. كاين ديميلور ديالو، كاين ديميلور ديالو ولكن ما خديتوش، يعني كيساعدك ان لان كما قلت لكم كينشف، كيساعد ان الشعر ديالك ما يديرش. المهم دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نفزك شويه شعري، ماشي تفزقيه حتى يولي قطر، لا غير تتفزقيه ونعاود نرجع ونخدمو هادشي مع بعضياتنا. يلا انا رجعت معاكم، فزكت شعري شي شويه كما كتشوفوا، درنا الليغو. ضروري الليغو، انا ماشي على ودي الجلد غادي تقاس ولا شي حاجه، لا على ودي الضفار. الضفار ما كنبغيش انا يكون فيهم شي لون بحال هكا داير. المهم بنات، لنبدا على بركه الله. هاد المغامره بالنسبه ليا هادي مغامره، حيت غادي نريسكي بشعري ايوا الله يحفظ. مهم بسم الله على بركه الله. انا على شامبوان الازرق، ها هو. انا راه يلا صابغه شعري بالنسبه ل يعني البنات لا يقولوا لي وانا ما صابغاش فطيم زهره واش ممكن ليا انا نستعملو. غادي نقول لك لا، بالنسبه للبنات اللي شعرهم يعني ما داير صراحه، خصني نكب بحال هكا. باش نهني راسي الريحه ديالو عاديه، ريحتو زوينه. هو البنات خاصك تخدميه في شعرك 5 دقائق صافي، وتمشي تغسليه. ويلي ويلي طلعت وجهي، لا لا اليوم ماشي انا، انا يا البنات اليوم غادي ندير شي كارثه، كارثه عظمى والله العظيم. الا اول مره غادي نديرو، بامكاني نديرو ما نبارطاجيش معكم حتى نشوف النتيجه وهذا، ولكن قلت خليني ندير هذه المغامره قدام البنات. عرفتي مع شعري طويل البنات خصني نكثر، وراه شعري طويل ما عندي ما ندير. هو راه ما كديريش فيه فوق ما كتغسليش تبداي ديري فيه، لا غير مره وحده، لانه فريمون كيعاودوا عليه انه كينشف. خصني نخدمو مزيان. هانتوما البنات كتفركي شعرك مزيان مزيان، يعني كتحاولي تفركي الراس ديالك مزيان، ما تخلي حتى بلاصه. ويلي ويلي على البودي، البودي مسخته.
ما عندي ما ندير. هادشي اللي عطا الله حاليا. خصو ضروري يطرغوا مزيان مزيان، تفركيه مزيان بحال هاكا، تاخدي الشعر وتفركيه بحال هاكا، تفركيه فشي زربيه. ايوا نشوفوا واش غادي يتبدل اللون ولا ما غيتبدلش. بزاف البنات كيقولوا لي هذاك اللون ما زوينش، انا واخا تقولوا لي ما زوينش انا عارفه زوين، حيت انا اللي كنشوف راسي كثر، اما الكاميرا راه كتبين حاجه اخرى. شوفي قمر يديك شحال فانتو شخصيا وكاع لي يدي، انا غادي نشوفوا النتيجه واش بصح كما كيقولوا كما كيعاودوا، حيت اصلا ماشي ما غاديش تبقاي ديما تغسلي بيه. ياك بعدا شعري باقي لاصق في راسي بوشرة شي وحده، شعري باقي لاصق في راسي اختي. ايوا هذا هو المهم، كتقول لي بوشرة كثرتي ندير معاك. هو باقي وغا يصدق، لا عجبنا وداك الشيء نعاودو ناخذو ماشي مشكل. ليك البنات حاجه غير ملي تصدق وتعجبك ماشي مشكل. شنو هي 70 درهم؟ راه غالي هو اصلا، ملي لقيتو بالثمن راه مزيان، خصو غير يصدق وما تخرج نيت النتيجه ماشي تفليا. ها كيعاودوا عليه وبزاف يعني. كي كيبان مرغوي في شعري مرغوي موم. ريحتو زوينه، انا تعمدت نخلي الفيديو هكا كما هو. هانتوما الرغاوي في الموز، اختكم فاطمه الزهراء كتريسكي على قبلكم، هو على قبلي وفي نفس الوقت على قبلكم، يعني كنجرب باش نتوما يعني نقول لكم هذا الشيء كيف داير. واش خصني نغسلو عاد نشوف النتيجه. دابا هو قال لك يهرس ديك السفوريه كيولي بلاتيني بحال الكري. حاليا مازال ما بانش ليا تغيير، قالك خصك تفركيه مزيان. كتفركيه بحال كتهرسي ديك السفوريه ما كتبقاش. وانا دابا هاد السفوريه شاده ليا عرفتي مده طويله. لورونج واحنا
غادي نشوف. عندك كيولي لي شعري زرق ناري، تخيلوا البنات واقيلا ولا قري، والله الا بانوا لي شي صغيبات ولاو قري. قيلا نزيد شي شويه نفرك. فركو 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 مزيان، وكانكم كتفركوا في شي زربيه، شي زربيه. وقيلا انا راه فدت 5 دقائق، عرفتي شحال درت؟ 5 دقائق كاتبين يدلكوا للحصول على رغوة ويشفط ويشفط، تركوا لي بضع دقائق، ما كاتبينش 5 دقائق، انا عارفة كيبقى 5 دقائق. يمكن بركة البنات، إن زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، باش يرجع ليا شي لون. وصدقوا هنايا تنقلبوا على شي صباغه، قضيه حامضه، حجر رجعوا الحجر. ها نتوما البنات الرغاوي، يا اختي الرغاوي، مشي نغسل شعري انا، يحيد ليا هادشي اللي في وجهي اللي طبع ليا في وجهي ونشوف نغسل واقيلا كبوشة. يلا البنات خليكم معايا وما تمشيو فين. يا ناري اليوم دابا كي غادي ندير تنحبس الفيديو، والله تنخليه بلا مونتاج. اذا البنات انا رجعت معكم بعد ما غسلت الشعر ديالي، صراحه النتيجه عجبتني، واخا ما خرجش ليا يعني اللون كامل في شعري، وانما خرج ليا غير لتحت. ها نتوما البنات خرج ليا اللون قري لتحت، قري مغموق. ها نتوما شفتوا اللون خرج ليا قري مغموق، وبصراحه هذا اللون انا مش حال هذه وانا بغيته، وبغيته في تقريبا على الاقل في نص شعري التحتاني هذا، ماشي من الجدر، لا ما نبغيش انايا ندير داك اللون قري من الجدر، يعني شاد من الجدر، لا لا غير هنايا غير لتحت، مي ماشي مشكل يعني حتى دابا هكا انا صراحه عجبني. واحد حاجه كنت قلت لكم باللي راه كينشف الشعر، انا ما عرفتش علاش ما نشفش ليا شعري، ما نشفوش ليا، ما شوكو، ما دار ليا حتى شي حاجه، بالعكس الزغبه بقات رطبه، ما عرفتش واش حيت كندير الوصفات والكيراتين الطبيعيه وداك الشيء، ما عرفتش. مي انا يعني اول تجربه كانت ليا مع هاد سيلفر شامبو، كانت تجربه مزيانه صراحه، والنتيجه عجبتني. لقيتوني يلاه صاوبت شويه شعري، درت ليه غير توشينغ ماشي بروشينغ، انا ما كنديرش بروشينغ باش ما ناثرش على الزغبه وداك الشيء. المهم بنات شنو غادي نقول لكم، يعني كنصحكم به، كنصحكم به يعني البنات اللي صابغين شعرهم. ها نتوما اللون قري كما كتشوفوا، ها نتوما يعني راه باين، شفتوا باين اللون هنا قري، ومازال دابا غير الاضاءه وداك الشيء. ها نتوما قري من التحت، شفتوا قري من التحت، صراحه النتيجه عجبتني يا البنات. غادي نعاود نديرو، مي ماشي دابا، حتى دوز شي جوج سيمان تنغسل الغسله هذه اللي جايه، واللي موراها نديرو ان شاء الله. المهم ملي تلقاو شعري راه يعني ولا قري بزاف، عرفوني راني عاودتو. وامتى كيولي، امتى كيشد لك مزيان في شعرك؟ ملي كتكوني يلاه صابغه، مثلا صابغه ولا دايره لي ميش، كيشد صراحه، كيشد في الصفوريه وكيعطيك الكري، بحال دابا درتي لي ميش وخرجوا لك صفرين، ننصحك بهذا سيلفر شامبوان ديريه، غادي يوليو لك كري. حيت بزاف ديال البنات انا براسي ملي كنبغي ندير لي ميش كنقلب اما على لي ميش بيضين اولا كري، فاكثر كيخرجوا لي صفرين. فبالنسبه لهاد الشامبوان صراحه يصلح لهاد القضيه ديال لي ميش، غير ندير لي ميش نغسل به غادي يخرجوا ليا قري صراحه زوين. نتمنى ان النتيجه حتى نتوما تكون عجباتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش تلايكيو ليا هاد الفيديو، توصلوا ليا واحد العدد كبير ديال لي لايك البنات، باش فين ما نبغي ندير شي حاجه نبارطاجيها معكم، واخا تكون يلا اول مره غادي نديرها.
تهلاو بزاف في ريوسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بوسه كبيره ليكم، تسلم عليكم.